محتاجين نتكلم عن النواحي الفنيه، النواحي الرقميه، التشكيل المتوقع، وازاي كمان المحللين الرياضيين بيشوفوا في الفتره الحاليه المباراه في ظل معطيات مباراه الاياب. معايا دلوقتي عبر السكايب في فقره ترند اونلاين الناقد الرياضي والمحلل الفني دكتور عمرو عبيد، الناقد الرياضي بمجله الاهلي. دكتور عمرو، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذ محمد، واهلا بحضرتك وكل المشاهدين في قناه الاهلي. طبعا بنتكلم على التحليل الرقمي، والأرقام دائما بتبقى معبرة عن الواقع بشكل كبير، ولغة الأرقام لا تكذب أبدا. شايف يعني معطيات مباراة الذهاب بأرقام مباراة الذهاب، وكيف نقارن ده بالوضع اللي ممكن نشوفه النهاردة في مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟ هو الحقيقة مباراة الذهاب كانت مباراة تعتبر مثالية بالنسبة للنادي الأهلي، أرقامها العامة كانت كلها بتميل لصالح الأهلي تماما، رغم أنه كان بيلعب خارج ملعبه، بدليل ان هو الاستحواذ كان لصالح الاهلي بنسبه 53% لمقابل 47% للوداد. دقه تمريراتنا كانت اعلى بكتير، كانت 84% مقابل 79% للمنافس. طريقه موسيماني سهلت الموضوع، لان احنا بدانا بضغط عالي ما وقفناهوش يمكن الا فترات بسيطه جدا لما كنا يعني معرضين لضغط عكسي، فكان الاهلي بيرجع عشان يامن ويلعب على الكرات السريعه. طريقه الضغط دي خلت أجبرت الوداد دايما انه يلعب كرات طويله، ما كانش قادر يعني يبني هجماته بالشكل المعتاد بتاعه، بالاضافه لتالق الثنائي قلب الدفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم، انه كانوا بيطلعوا لقدام وبيقطعوا اغلب الكرات الثنائيه العاليه، عشان كده هم كانوا من اعلى لعيبه استخلاص وقطع للكوره. على المستوى الهجومي احنا فاجئنا الوداد، لان احنا اللي كنا بنهاجم، احنا الافضل، بدليل ان الاجمالي الارقام في الهجمات الخاصه بالنادي الاهلي بلغت 39 هجمه مقابل 33 للوداد. التوازن بتاعنا الهجومي كان عالي جدا، لان احنا لعبنا على نقط الضعف اللي كانت في فريق الوداد، اللي هي بتتمثل في منطقه العمق او قلب الدفاع والجبهه اليسرى، اللي هو اصلا احنا قدرنا نستغلهم في المباراه دي ونسجل عن طريقهم الهدفين. اكيد احصائيات الهجوم كمان قالت ان الاهلي كان اكثر تسديدا على المرمى، يعني احنا بنلعب بره ارضنا واحنا اللي بنهاجم اكتر واحنا اللي بنشوط كورة أكتر. إحنا شوطنا 11 كورة منهم 8 داخل منطقة الجزاء، ده بيوضح لك قدرتنا على التوغل واختراق الدفاع بمنتهى السهولة. في المقابل طيب. كان دكتور عمرو، دكتور عمرو، من خلال متابعتك لاستراتيجية وأداء بيتس موسيماني، هل هذه الأرقام والأداء خارج الأرض أو خارج القاهرة تأثيرها بقى بشكل إيجابي على مباراة العودة نفس الاستراتيجية نفس طريقة اللعب، ولا من خلال متابعتك لتحليله الرقمي لما كان مثلا في قيادة سان داونز بيبقى ليه استراتيجيات مختلفة في الذهاب عن الإياب؟ هو طبيعي حسب مباراة الذهاب فين ومباراة الإياب فين. انت لعبت تمام. بره أرضك بشكل هجومي ضاغط، انت الأكثر خطورة، فما بالك بمباراة العودة، وخاصة كمان انت طبعا اكيد عارف ان المنافس هيبقى مجبر ان هو لازم يهاجمك عشان يسجل يعوض فرق الهدفين اللي احنا سجلناهم بره الملعب، فبالتالي ده هيدينا فرصة اكتر ان احنا نستحوذ اكتر، ان احنا برضو نواصل الضغط، وان احنا كمان نبني الهجمات بتاعتنا بشكل اللي هو المعتاد مع موسيماني. اكيد. طيب اللافت للنظر بالنسبه لك ممكن مباراه النهارده، ايه الرقم اللي انت شفته في مباراه الذهاب ممكن يكون فيه اضافه ايجابيه ويكون عامل جيد في مباراه النهارده؟ يعني اعتقد ان قفشه تحديدا على المستوى اللي قدمه هناك، وكان من افضل اللاعبين في الاهلي، سواء ان هو كان اكتر لاعب مرر الكوره، افضل لاعب ممرر للكوره، كانت نسبه الدقه بتاعته تجاوز ال 92%. قفشه كان له دور محوري سواء هجومي او دفاعي، لانه كمان كان بيرجع في وسط الملعب عشان يزيد من الكثافة العددية أثناء الدفاع، يعني في مواجهة الهجوم المنافس. فبالتالي أعتقد أن أفشة أنه هو كمان سجل الهدف وصنع الهدف، يعني ركلة الجزاء اللي جه منها الهدف الثاني، أعتقد أن أفشة هيبقى له تأثير إيجابي وممتاز جدا في مباراة العودة أيضا. طيب سؤال أخير، من خلال متابعتك لفريق النادي الأهلي على مدار الموسم، وبالتأكيد تحليلك الرقم يا دكتور عمرو بيكون عبر مجلة النادي الأهلي، الإيجابية أو الشيء اللي أنت شفته في آخر ثلاث مباريات بالمقارنة بالموسم منذ أن تولى مثلا ريني فايلر القيادة الفنية للأهلي بمقارنة آخر ثلاث مباريات مع بيتسو موسيماني؟ يمكن هتكلم شوية على الشق الدفاعي، لأن إحنا كنا بنعاني في بعض الفترات من منطقة قلب الدفاع أو ورا الظاهرين، ورا هاني أو معلول أو وحيد أيا كان اللي بيلعب يعني، فدي كنا ساعات بنعاني منها شوية قدام بعض الفرق، ولكن مع موسيماني الوضع تغير تماما، بدليل ان المنافس اللي هو قوته كلها بتتمثل هجوميا، يعني اقصد في قلب الهجوم والجبهه اليمنى، ما قدرش يخترق المنطقتين دول تماما في الماتش في المباراه الاولانيه، بالعكس بل خطورته جت في منطقه بسيطه جدا بين ياسر وبين هاني، وما كررتش اكتر من مرتين او ثلاثه في الشوط الاولاني وانتهت تمام بعد كده. فالتنظيم الدفاعي
في عهد موسيماني رائع جدا، واعتقد ان شاء الله ان هو هيبقى يكون افضل كمان في الفترات القادمه. طيب لو عندك اي اضافه او كلمه اخيره. أو انا حابب اقول يعني لو في حاله ان احنا اضطرينا نغير الظهير الايسر، لو صدق الكلام يعني بتاع معلول، اعتقد ان فتحي او وحيد مش هيبقى فيه فرق كبير قوي في المستوى. يمكن فتحي اقوى دفاعيا، ولكن على المستوى الهجومي وعلى مستوى العرضيات ودقتها وحيد افضل. فبالتالي ان احنا عندنا يعني بدائل متاحه ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله الفوز هيكون للاهلي ان شاء الله. دكتور عمرو عبيد بشكرك شكرا جزيلا، دايما بنستمتع بتحليلك عبر مجله النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.